كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. أنا تنطلب من صاحب الجلالة الملك والحكومة تشوف من حالنا، من هاد الشعب هذا، كل شيء ضايع، احنا ضايعين. أنا مطلقة، عندي جوج العيال، مول الدار تيجري عليا، جرى عليا سيب لي حوايجي في الزنقة. أنا ما تنجبر ما ناكل، ما تعاونونا بقفة، ضاعوا لنا الوراق ديالنا. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. أنا عندي جوج العيال، ما تنجبر شكون اللي تيصرف عليهم. ما جبرنا خدمة، عينا التاجؤوا، عينا تلتجؤوا فين نخدموا، ما تنجبروش فين نخدموا. انا عيل محسنين تيعاونوني، مول الدار داعيني، ما بغاش يسمح ليا. عندي البنت ما عنديش باش نشري ليها الحاجات ديالها، عندي العيل ما عنديش باش نصرف عليه. اللهم هذا منكر. واش غنمشيو نبيعوا الحوايج ديالنا؟ بعناهم، بعنا بزاف د الحاجات، ضعنا في حياتنا. ما تنجبروش ما ناكلوا، ما تيعاونوناش. عينا التاجؤوا باش يعاونونا، ما تيعاونوناش. شنو غنعملوا؟ نمشيو نبيعوا روسنا؟ اللهم هذا منكر. ما خدمونا شي. انا بالوراق ديالي 20 سنه وانا خدامه، ضاعوا لي الوراق ديالي. ملي تنمشي عندهم تيقول لي اختي ما نخدموكمش نتوما، سيروا من بعد. فين غنمشيو؟ واش نخرج للزنقه؟ عييت نطلب المسؤولين، عييت نطلب. كنت خدامه في لوطيل سمير بارك، وقف لوطيل تيعاونوني عيل المحسنين، ماشي من المغرب، المحسنين من سبته، كراو لي ب 80 الف فرانك. مول الدار ما بغاش يسمح لي في الدعوه. اشنو غنعمل؟ غنخرج للزنقه؟ عندي البنت ها هي، اش غنوكلها؟ تنطلب من صاحب الجلاله والحكومه تشوف من حالنا. سيدي حنا ما بغيناهمش يفتحوا لنا المعبر السبته، بغيناهم يخدمونا في البلاد ديالنا على بحاجه قليله. باش غنصرف انا؟ يقول لي انا باقا صغيره، واش نخرج للزنقه؟ حتى شي واحد ما عاوني. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. اش شنو هذا الشيء هذا؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.